بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الله غفور حليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فما لبث إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب إن هذا لشيء عجيب بسم الله الرحمن الرحيم بفضلك كرر. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها
له إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعلمون ثم قفينا على آثارهم
وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في ذريتهم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتب ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الإظهار لا منفعل نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم الإدغام لا مشاركية والكتاب فمنهم الإظهار الحلقي ما هي حروف نطعية حروف ما نطعية حروف النطعية